أمس صار لي موقف غريب جدا جدا. ما هو الموقف هذا؟ حضنت أخ نزل من السيارة وحضني، ثم شميت رائحة الحشيش مروان، رائحة قوية جدا طالعة من سيارته. طبعا أخ ملتزم ولا نزكي على الله أحد، نحسبه من الصالحين والملتزمين. المهم انزعجت، ما قلت ولا كلمة، أخذت بعض الأمور منه وظليتني ماشي، وأنا أدعي له، والله أدعي له بالخير، ثم قلت والله لا أدري، أتمنى أني غلط. المهم طلعت على المكتب، بعدين اضطريت أنزل بعد يمكن 5 دقائق 10 دقائق، طبعا لم يكون في المكان، غادر. وشميت رائحة قوية جدا جدا، طيب، من هذه الحشيش جاية من جهة الشمالية، فعلمت علم اليقين أنه هذا من المطعم اللي بآخر البلازا، ورائحة قوية جدا جدا داخلة من شباك سيارته إجتنا. فقلت سبحان الله، الإنسان ينتبه لا يسيء الظن، وحتى في حالة إساءة الظن يترك مجال لحسن الظن والدعاء. فوالله الذي لا إله إلا هو كان لي درس، هذا درس في حسن الظن، وإننا ندعو لأخواننا، لأن فعلا الموقف كان صعب جدا. أكثر من صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم.